الفن بيأثر في المجتمع، والفن بيجيب أدواته وقصصه وقضايا اللي بيطلعها من المجتمع. خلينا قدام تجربة فنية شوية مكتملة. أنت بتحب تسمع المزيكا دي حتى لو مش فاهم الكلام، وحتى لو الكلام جري منك ومش عارف معناه، بس أنت حاسس أن المنتج ده بيعبر عنك بإيقاعه وبحسيته. تصوراتنا حوالين أن المجتمع هو حاجة واحدة عنده ذوق عام أو عنده حاجة واضحة كده لازم تنمو مع بعضها أو تقل مع بعضها، مسألة شوية صعب منطقيتها، يعني صعب انها ان احنا نتصور. كبار الناس اللي موجودين في الراب منهم ويجز وبابلو وشاهين، هم ناس طلعوا من مناطق مختلفه، مناطق منها شعبيه ومنها وسطى، وبالتالي حضروا التجربه الفنيه دي بالطريقه اللي معجونه بقضاياهم ومشاكلهم ووجودهم كشباب. احنا مميزين عشان احنا مش بني ادم واحد بس، احنا بنتحرك كبني ادم واحد. احنا فوق 60 بني ادم من كل الديسيبلينز او كل الفنون اللي انا محتاجها عشان اشتغل، يعني من برودوسرز المغنيين لمانجرز لفريق انتاج فيديو كامل هو استقل بذاته بقى برودكشن هاوس، بقينا بنشتغل لناس بره عن بره حتى عن الفنانين بتوعنا. فاهم؟ طبعا المافيا مخلينا مميزين عشان احنا مع بعض، لان احنا مش هنقدر نتخطى اي تحديات غير لما نبقى مع بعض.